مدام تفضلي. مرحبا مدام، تحياتي. تفضلي مدام، طلبتي مني اجي بسرعة، يعني في شي ضروري؟ ابني شوري عمل شي شغلة؟ مدام أرمي، انت يمكن معك مصاري كتير مو هيك، وانت مرتاحة ماديا، يا أما انت عم تبعتي ابنك عن مدرسة بس لحتى يضيع وقته؟ لا أبدا يا مدام، بس هي مدرسة ولازم نلتزم بالقواعد، ونحن منتوقع نفس الشي من قبل الطلاب والأهالي، إنه يساعدونا نلتزم بقواعد المدرسة. إيه أكيد، بس ابنك ما عم يلتزم بدوام المدرسة من لما سجلتي عنا هون، وهو ما أجا غير يومين أو ثلاثة بس. لا مدام، ابني عم يجي كل يوم على المدرسة. متأكدة إنه في شي غلط أو سوء تفاهم بالقصة؟ الحقيقة أنا بتذكر إنه مرة واحدة غيبته عن المدرسة لأنه كان مريض كتير وقتها، وخليته بالبيت لحتى يرتاح، وإلا ابني مستحيل يغيب عن المدرسة، وفيكي تتأكدي إنه الحضور كمان. مدام أرمي، دفتر الحضور قدامي على الطاولة، خدي شوفي، هي الدفتر قدامك، شوفي بعينك، هو عنده 4% حضور بس. بعتذر منك بس هي الحقيقة، واليوم كمان إجا زوجك وأصر إنه ياخده من المدرسة. زوجي؟ مبارح احتفل بعيد ميلاد شوريا بالمدرسة وقدم هدايا لكل الطلاب، حتى قدم هدية للأنسة كمان. بس عيد ميلاد شوريا مو بهذا الوقت. كيف؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.